نفس ما تشوفون مشاركتنا في معرض ايدكس بمشروع الدليفري درون، نستخدمه لتوصيل المعدات وتوصيل الاكل ولا غيره من هالقبيل من نقطه الى نقطه اخرى بدون اي تدخل بشري. نستخدم برنامج المشن بلانر لرسم خطه التوجيه للطائره. الطائره مطابقه لكل مواصفات هيئه الطيران المدني على اساس تقدر تستعملها كتجاره. الطياره ما فيها كاميرا على اساس ما نخالف قواعد الطيران المدني وبالمرور فوق المناطق السكنيه. نرسم نحن خطه الطائره توجه الطائره على اساس تقدر تمشي في المناطق السكنيه وغيرها بدون اي مخالفه للقوانين، وتقدر توصل من نقطه لنقطه اخرى. الطياره تستعمل البيكس هوك اللي هو عقل الدرون نفسه، وتمت برمجته عندنا في كليات التقنيه العليا. مداها الطائره المدى مالها 2 كيلومتر، ارتفاعها 400 قدم نفس ما قلنا على اساس ما نغير اي قانون لدفاع الطيران المدني. يشيل تقريبا حوالي 3 كيلو على حسب، والبطاريه 15 دقيقه تكمل معاك، بس على حسب تقدر يعني تعدل في هالشيئين، تقدر تزيد الوزن يعني وتنقص وقت البطاريه، وتقدر تزيد خليه يوصل ل 25 دقيقه بس تقلل الوزن ل 1 كيلو.